أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس غالبا صافي مع 23 درجة مئوية، الملموسة أيضا 23، الرطوبة 50%، أما الرياح تكون غربية معتدلة السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة نبدأها شمالا، إربد طقس تفرق لبعض الغيوم 31 إلى 20، المفرق طقس صافي 33 إلى 20، جرش 33 إلى 21، وعجلون 31 إلى 19. المنطقة الوسطى البلقاء 33 إلى 21، مأدبة 30 إلى 20، الزرقاء 34 إلى 24، والعاصمة عمان طقس صافي 31 إلى 22، والبحر الميت طقس حار 38 إلى 26. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الكرك طقس صافي 27 إلى 20، الطفيلة 29 إلى 19، الشوبك 26 إلى 20، معان رياح نشطة 31 إلى 22، والعقبة 38 إلى 26. المنطقة الشرقية رياح نشطة مع ساعات ما بعد الظهر مثيرة للأتربة والغبار في كل من الصفاوي والأزرق، الصفاوي 39 إلى 22، الأزرق 37 إلى 23، أما رويش الطقس حار 42 إلى 25. إلى اللقاء.